الرئيس كان شنو رئيس نيابه العامه باش نخلطوا كاين الحق في المغرب كل واحد يجري على حقه عينا ما نقولوا حتى حاجه ما كتعلى على القانون كاين القانون كاين تحيه جميع الهيئات القانونيه الله الملك شكرا على العداله المغربيه السلام عليكم انا ضحيه من الضحايا اللي كاينين دابا الضحايا ديال سرقه السيارات باسم شركه ريكوبيراتور اللي كيديو السيارات للناس بحجه راه ما مخلصش الكريدي. انا بعد المره اللي فاتت كنت هضرت كنت خرجت في الاعلام وقلت الطريقه باش جاونا باش حوطوا الدار باش تربصوا لينا في الدار 12 واحد وكيفاش داروا لنا باش داو السياره ما كاين لا حكم لا والو. هادشي راه هضرت عليه قبل. اللي بغيت نقول دابا هو انه في لي كومونتير تيقولوا الناس خلصوا راه حنا مخلصين حنا خدينا الطوموبيل في 2020 وغادي نتخلصوا في مارس ديال 2020 بدات الجائحه مشينا عندهم قلنا لهم فوالا راه ما غنخلصوش الجائحه الشركه ديال الراجل توقفات ما خلصناش 3 شهور وزدنا 3 شهور اخرى من تما عاود خدينا خلصنا 2020 21 كامله ودخلنا في 22 حتى لو مو 3 في 22 عداوها فين كانوا علاش ما هضروش على كورونا قبل. هذا هو اللي بغيت نقول وداو الطوموبيل لا حكم لا قضاء لا حتى شي حاجه لا قانون لا مفوض قضائي لا والو. كتمشي الطوموبيل كيديوها صاحب السوابق العدليه لان داك السيد راه مخدم معاه غير صاحب السوابق علاش باش يعرفوا كيفاش يديروا الناس باش يخلعوهم. انا بعدا باش الطريقه باش داو الطوموبيل ضربني الكتف ملي بغيت نحل بواطاكو ضربني الكتف راه قلتها وغنعاودها هذاك ديك الضربه اللي ضربني ما عمري ما نساها لان ما جاش بإنسان راجل سلطه باش ياخذ الطوموبيل بواحد الطريقه ولا جاب حكم راه غيجيب حكم يدق عليك في الباب غتسلم ليه السوارت. وكنعاودها راه حنا مخلصين باش ما تبقاوش تبوا لنا في لي كومونتير سيرو خلصوا راه حنا مخلصين. الطوموبيل ملي كتمشي كيديوها كيقشقجوها كتمشي كيتبدل الموتور كتقشقج كتمشي كتباع كتسوى جوج دريال كتولي انت ديك الطوموبيل تباعت مخرجها انت ب 20 مليون تباعت ب 4 مليون بقات عليك 16 مليون شكون اللي تنفع؟ تنفعوا هذوك العصابه اللي مخدم الريكوبيراتور هما اللي تنفعوا. داو الطوموبيل 3 ايام كشطوها وباعوها وقشقاجه تباعت واللي بقى عليك في الكريدي ونفرضوا عندنا الفلوس غنخلصوا الطوموبيل خصنا نحضروا حنا في المزاد خصني انا نتعلم يصيفطوا لي حكم يعلموني باش نخلص باش نشوف الطوموبيل شحال غتسوى ونخلصها باش تبيعوها باش بغاو يعطيوها للشماكريه يبيعوها باش بغاو يقشقجوها وتمشي تباع مساويه. الطوموبيل ديالنا حنا راه ما ضربه والو راه من سلا الحسان السي راجل خدام في حسان كضرب القنطره الكيلومتراج والو دوزيام فيدونج عندها الطوموبيل مشات جديده راه هي مليوحه مقشقجه وكنثقوا بزاف في القضاء راه حنا عندنا ثقه كبيره في القضاء اللي هو ناصفنا دابا واقف معنا راه الناس في التحقيقات راه ضاف الملف عون قضائي مفوض قضائي تيخدم بلا قانون بلا حكم بلا والو ما كتصدرش احكام على الناس غتيجيو يهجموا على الناس ما كيدقوش في البيبان لان ماشي قانونيا الفوضى والضرب المهم كيدوروا بك ديك العصابه ما كتعرفش راسك باش تبليتي. وراه قلتها قبل راه قلت راه بان راه داونا الخلا حيدوا لنا في الخلا وشكرا للشرطه ديال السلام عليكم. كما كتعرفوا هذا الملف اللي كيروج في السلال مده تقريبا ديال شهرين هذه بالنسبه للعصابه ديال استرجاع السيارات كيقولوا هما استرجاع السيارات ولكن بطريقه غير قانونيه كيخدموا مع واحد الشركه اللي المسؤول القانوني ديالها كيتملص من هذا الشيء وحنا عندنا ما يفيد بان هذا السيد هذا هو المسؤول القانوني على هذ الناس مدخل معاه ناس اللي هما اصلا داوي سوابق عدليه وكيجيو كينفذوا عليك كيقولوا كينفذوا القانون كيديروا استرجاع السيارات هما مسدودين كيديو السيارات ما كيكونوش ماليهم. دابا راه معتقلين تقريبا راه شي 9 الناس 10 الناس اللي كاينين معتقلين دابا. اطوار الملف هو اننا كنا دزنا نهار الخميس اللي فات كان الاستدعاء ديال المسؤول القانوني ديالهم دابا اليوم راه جا المسؤول القانوني ديالهم يمكن كيستمعوا ليه. دابا حنا عندنا جلسه عند قاضي التحقيق المواجهه اما المواجهه واما الاستماع لينا غادي نشوفوا شنو اللي كاين وغنعطيكم المستجدات اللي كاينه جديده في هذا الملف هذا اللي دابا راه داير حاله في المغرب كامل. هاد الناس كيسرقوا ما كيطبقوش القانون كيسرقوا سيارات يعني اي واحد واخذ كريدي خصو يحضي راسو تاخذ كريدي وتجيب الطوموبيل خصك تدخلها لدارك تسد عليها. واش كاينين شي ضحايا جداد في هذا الوقت؟ كاينين ضحايا دابا راه تقريبا راه النص في المغرب راه ضحيه ولكن كل شيء كيكون ساكت ولكن كاينين داخلين ضحايا جداد كاينه تقريبا شي 25 ولا 30 شكايه دابا اللي كاينه مستجده فقط مدينه سالا ولا كل واحد يدير لا كل واحد كان داير شكايه في مدينه ومن جينا في الاخر درناها في سالا لان الاغلبيه ديال المحاجز اللي كيقولوا هما محاجز هما بحال الفيرمات كيحطوا فيهم الاغلبيه ديالهم هنا عندكم في عنق الجمل في سلا كلهم اي واحد سرقت ليه شي طوموبيل كيجي كيلقاها
هنا في عنق الجمل. ملي كتجي تسول على هذاك واش محجز، كيقول لك ماشي محجز، هذا غير ديبو، غير فور ديال ديبو، وما عنده حتى شي ورقه قانونيه دايرين معاه شي كونترا، يعني فيرما كيجيو يحطوا عنده ويخلصوه، كيسرق لك الطوموبيل. انا بالنسبه لي الدوليه الطوموبيل مسدوده، وفي ثاني حاجه هو ان الطوموبيل الدوليه انها طوموبيلتي خالصه ما فيهاش الكريدي، مخلصها واخدها من عند واحد لا واحد البنكه، عاطياني لمن لوفي، جات بنكه اخرى جابت حكم محكمه مزور فيه عنوان ديالي مزور، ومدليه بعقده مزوره، عقده ديال كونترا اللي دايرين بيناتهم مزوره، والدوليه السياره. مني وضحت لهم وقلت لهم هلا مال لوفي لهاد الناس اللي معتقلين كيقول لي ماشي شغلنا حنا السياره وصافي، وهذا الشيء راه تلاقيت بهم حتى لهنا من قنيطره جيت حتى لعنق الجمل. هذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم، معكم ممثله شركه من مدينه طنجه اللي تعرضوا لسرقه سيارات بدون سند قانوني. اليوم بحال اللي كتعرفوا راه مازال كاين تحقيقات ساريه في الموضوع، الملف عند قاضي التحقيق مازال ساري، كاين اليوم تحقيقات مع مسؤول شركه تحصيل الديون، وعندنا بعض المواجهات معه من طرف الضحايا اللي تعرضوا للسرقه ديال السيارات ديالهم بسند غير قانوني. هاد الناس كاين عندهم نفوذ، وحنا الثقه ديالنا كامله في القانون المغربي وفي القضاء والعداله المغربيه، عارفين ان الملف ديالنا كاينه في التحقيق، وباللي غادي يسالي من التحقيق غادي نعرفوا القرارات الاخيره فيه. حنايا كننتظروا يكون الجديد في اقرب وقت ممكن، لان هذا الملف طول، هذه تقريبا مده شهرين ونص وحنا في التحقيق. ما نقدرش نقول شنو هي الكلمه الاخيره لان مازال التحقيقات ساريه، وحنايا كلنا الضحايا كاينين موجودين هنا في مدينه سلا باش نشوفوا شنو اللي غادي يوقع اليوم، وحتى ندوزوا الجلسه ديالنا مع السيد قاضي التحقيق عاد ممكن اننا نوفيكم بالاخبار الاخيره. واش كاينين شي معتقلين جداد اليوم؟ لا ما كاينينش معتقلين جداد، هاد لا سيمين هادي كانوا فيها جوج ديال المعتقلين صافي. المعتقلين ديال سرقة سيارات بدون سند قانوني كيخدموا في شركة تحصيل الديون. من شمن مدينة جاو هاد؟ من مدينة سلا، من هنا من سلا، ولكن كيخدموا في المغرب كامل. دابا هو الإشكال فين كاين؟ هو أن هاد الناس ديال تحصيل الديون، هاد الناس اللي خدامين معاهم ما كاينينش غير في مدينة واحدة، كاينين في المغرب كامل، لدرجة أن واحد العديد من الضحايا مازال ما التحقش. يعني حنايا غير اللي كاينين دابا موجودين واللي ديجا التحقوا من قبل واللي عملوا الشكايات ديالهم واللي كيدوزوا دابا في التحقيق، راه كاين دابا حاليا كاينين 30 ضحيه اللي كيدوزوا في التحقيق. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.